في محطة مترو، في محطة قطر، تحت كرسي في مترو أو في قطر أو أي وسيلة مواصلات، في شارع، ممكن في صناديق جمع القمامة في الشوارع أحيانا بيكون موجود فيها. يعني عايزة برضو أعرف من حضرتك بحيث أن الناس تكون منتبهة طول الوقت. هو الحمد لله بالنسبه لمحطات المترو طبعا موجود شرطه النقل والمواصلات وتوجيهات السيد الوزير ان الاهتمام مطلقا بالاماكن الحيويه اللي زي دي. في مجهزه باحدث اجهزه الكشف عن المفرعات، افراد مدربين كويس جدا، عندنا مستوى تدريب بقى راقي جدا وعالي جدا يضرع اي مكان في العالم. فبتحد كتير او تحد بنسبه مثلا 99.9 من انما برضو احنا محتاجين مساعده الشعب، احنا من غير شعب مش هنقدر نعمل حاجه. محتاجين برضو اللي بيشبه في حاجه يبلغ يعني ما يديش ايده وما يجيش ناحيتها، يبلغ يبلغ ما تحركهاش من مكانها، بلغوا الناس المختصين بيعرفوا من الشكل الخارجي بنسبه 70% مثلا او 50% ل 60%، بيحدد اذا كان دي فيها حاجه ولا ما فيهاش، وبعدين يبتدي بعد كده يحط الشكل اكتر ويبتدي يتدرج في التعامل معاها لان دي خبرته. تمام. كتير من السادة الضباط اللي كانوا بيعملوا في هذا المجال في الحماية المدنية وخاصة المفرقعات استشهدوا بسبب هذه الأمور. لما نيجي نتكلم بس على مستوى سنة 2015 عدد الشهداء قد إيه؟ لا الحمد لله قلت شوية، يعني احنا عندنا 4 2015 والمصابين قد إيه يا فندم؟ مصابين مش كتير. بالمقارنة ب 2014 لا رقم أكبر شوية. 14 أكبر. أكبر 14 كتير؟ أكبر. قد إيه تقريبا؟ يعني أنا هقول لحضرتك الرقم في 2014 كان 12. 12 شهيد. وطبعا كتير من المصابين. 12 شهيد في مجال المفرعات ضباط وأفراد، وفي طبعا في مجالات الحماية المدنية الأخرى احنا بنعمل يعني بنساوي بالشهداء سواء في الإطفاء أو في المفرعات أو في الإنقاذ النهري. تمام. أسباب إن العدد انخفض، هل قلة عدد العبوات الناسفة أو القنابل اللي موجودة، ولا بقى في التوعية أكتر للضباط والأفراد، ولا بقى في توعية أكتر للناس، ولا قلت الأعمال الإرهابية بشكل ملحوظ؟ لا هو نقدر نجمع كل دول. طبعا الأعمال الإرهابية قلت جدا، إلى جانب مستوى تدريب بقى راقي جدا وتقنيات حديثة جدا. احنا عندنا ضباط لسه جايين من أمريكا، عندنا ضباط هيرجعوا النهاردة من كندا أو بكرة الصبح، عندنا ضباط لسه دورات تدريبية هناك. طبعا دورات، وإن ما بنعتمدش على أسلوب معين، احنا بنغير أساليبنا واللي بيجي بينقل خبرته للضباط التانيه كلها. يعني عايز اقول لحضرتك النهارده في امريكا، كندا، فرنسا، ماليزيا، روسيا، ايطاليا، يعني تقريبا بناخد من خبرات العالم كله. ولما بيجوا هنا يعني كل ضابط بيرجع بيعمل لقاء ببقيه الضباط وبيقعد يوصل لهم المعلومه التكنولوجي الجديد او المعلومات الجديده اللي هو حصل عليه. كمعدات واجهزه تكنولوجيه حديثه برضو تم يعني استيراد هذه المعدات، ولا تم تصنيعها داخليا، ولا طبعا مش عايز اعرف تفاصيل، مش صح ان انا اعرف. انا واخده بالي طبعا، يعني ناقص اسال عن ايه خطه التامين مثلا يعني. حضرتك قريتي لا انا قريت نظرات حضرتك، وطبعا ده شيء بديهي يعني مش ممكن اسال حاجه زي كده، لكن اعتقد انه في اجهزه وتقنيات حديثه جدا للكشف عن هذه الامور. يعني انا عايز اوصل في الاخر ان انا اقول لاي حد تسول اليه نفسه، مش هي بتتقال كده، اي حد تسول اليه نفسه ينسى الموضوع ده خالص. انا هطمن حضرتك واطمن الساده المشاهدين، السنتين الاخرانيين السيد الوزير خص الحمايه المدنيه وبصفه خاصه المفرعات بمبلغ مش حاضر اقوله برضه من ضمن الحاجات. طبعا مبلغ كبير، الاسرار طبعا، مش اسرار، هو مش سر، بس مبلغ كبير. وكان مجموعه العمل اللي حطت المواصفات ومجموعه العمل اللي سافرت بره شافت الاجهزه دي جابت احدث معدات في العالم ومن اكتر من مصدر، ما اعتمدناش على مصدر واحد. عندنا وصلنا من كتر التدريب العملي على فكره، من كتر الحوادث اللي نزلوها ظباط، انا بعتبر ان ده التدريب الفعلي مش التدريب اللي احنا بنعمله في الهيكلي. التدريب في الحوادث اللي نزلوها رفعت المستوى جدا. طبعا جدا. طب بيفرق، وخلت عندنا مجموعه الظباط في منتهى التطور الفكري، فابتدوا يعملوا مواصفات خاصه، وبنفرض شروطنا على الشركات العالميه انها تجيب لنا المعدات وفقا للشروطات اللي احنا بنحطها او المواصفات اللي احنا بنحطها. فعندنا، طمني حضرتك، احدث معدات في العالم بمعنى الكلمه مش مبالغه،
تمام. ايه اكتر البؤر اللي كانت مشهوره جدا ان هي بيكون فيها قنابل او عبوات ناسفه؟ لا هي احنا دلوقتي حضرتك عارفه شمال سينا طبعا، هي منطقه شمال سينا هي اكتر حاجه طبعا من نمره واحد. لكن لما نيجي نتكلم على مستوى القاهره، اسكندريه، الغربيه، الشرقيه، كانت كل المحافظات. اسكندريه كان فيها اسكندريه كان فيها برضو معدل مش ظريف الفتره اللي فاتت. القاهره طبعا كان فيها معدل كبير، وكان فيها نسبه خسائر في الارواح مع يعني كتير اكتر شويه. في الاقاليم برضو كان في البحيره، كان اعمده الكهرباء دي الفتره اللي فاتت كانت يعني موجوده في كله، بس في البحيره كانت مرتفعه اكتر شويه.